زعما ملي كنهبط ولادي في طرو مباشره كندوز نوجد اللانش بوكس الشكاره تاع الماكله ديال بنتي. المهم ضروري اول حاجه هو الماء، كندير لها شي ديسير تفاحه بنانه المهم اللي كان. وهنايا بالنسبه للغدا اليوم صيبت ليها هكا بسرعه واحد التورتيلا، درت لها فيها الاومليت بالفرماج وشويه ديال مشات ليا الفيلي اللي كيكون صغير ديال الدجاج الفيمي اللي كيتباع. صافي غادي ندوز نقسمها لها هكا على جوج باش تجيها سهله في الماكله. صافي وهذا تقريبا هو الغدا ديالها. غادي نزيد لها معاه غير واحد هذا تشيستيك هذا الفرماج هذا. صافي وبالنسبه للاستراحه اللي كتكون عندهم الصباح فدرت لها هنا واحد الكوكيز اللي كيكون بالشوفان وياغورت. صافي هذا الشيء هو ان شاء الله. المهم داكشي فيت في وراس باقي نشارك معكم افكار بزاف هكا ديال الوجبات هكا الوليدات. المهم هنا بقات ليا المعلقه ننساهاش لها. صافي غادي ندوز نجمع ليها كلشي في الشكارته. هنا جيت نوريكم الجو كيفاش صابح. الجو زوين تبارك الله، واخا كاين واحد شويه البرد ولكن على العموم يعني الجو اليوم صابح زوين. المهم كل نهار والجو كيفاش داير، مره كيصبح الصهد مره كيصبح البرد مره كيصبح الشتاء، كل نهار خريف كيكون فيه الجو كل سبحان الله ما تعرفي ما تلبسي فيه ما تعرفي ما تشدي. حنا دابا وصلنا للدار وصافي حطيت ولدي مشى غسل يدو باش يكمل فطورو لانه ما كملش فطورو، حدو شرب غير الحليب الخبز خلاه ليا تما. المهم انا دائما في الفطور كنلقى مشاكل، خاصني نبقى واقفه لهم عند راسهم ونحط لهم داك الشيء في فمهم باش يلا يبغوا ياكلوا ليا. غالبا يعني ما كيبغوش يفطروا، يمكن هذه ورثتها من عندي حتى لو انا من الناس ما كنبغيش غير نفيق ناكل، كنبغي ناخذ راحتي. بحال دابا غالبا انا فاش كنفيق كنبقى غير نشرب 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 الماء، فكنعطل الفطور علاش ما قديت يعني كان قد ما جبدته كيجيني مزيان لانه ما كنتغداش.
وصافي. المهم دابا فكما قلت لكم فاش كنرجع عندي ضروري واحد الساعه حتى ساعه ونص ديالي دائما كنجلس كرتاح كنضرب واحد الدوره كامله في مواقع التواصل الاجتماعي، كنشوف اخبار نشوف فيديوهات جداد، قرا بعض الرسائل بعض التعاليق وداك الشيء صافي. ومن بعد ان شاء الله عاد غادي ندوز نفطر وهانتوما معايا. وصافي متبقاش ترميها، هضرت معاه هزة يلا وهز وخاصك تمشي لهيها وتكمل الفطور. عندي وقت الفطور ما كان يعني عندك كما قلت لكم في الصباح عندك واحد ساعه ساعه ونص خاصها تكون 100% ديالي، هي الشحنه، هي وقت الراحه ديالي وقت الخلوه ديالي. يعني صراحه كل سيده ولا كل شخص محتاج لهذا يدير جلسه سوا في الصباح سوا في العشيه تكون ديالو. سوا كنهضرها كم في التليفون مع دارنا مع ماما، نشوف كما قلت لكم اخبار، نتفرج في داكشي اللي كيعجبني، عاد كندوز نفطر. وفطور كنعطلو علاش ما قديت، انه كيكون مزيج ما هو فطور ما هو غدا، يعني كيكون متنوع. وبالنسبه يعني الوجبه الثانيه كتكون هي حتى كيجي راجلي عاد كناكل معاه. فالمهم فطوري لهذا اليوم ان شاء الله خديت هنايا الطوست، هذا الطوست بالقمح والحبوب، هذا هو اللي كيعجبني نستعمل دائما، ما كنديرش ديال الدقيق البيض ولا الفورز، هذا كيكون فيه 12 حبوب، كيكون فيه زنجلان إيلان الحبوب الكتان الشوفان، يعني كيكون صحي بزاف هذا الخبز. هذا غادي ندوز نكرييه، غادي ندهنو بشويه ديال الفرماج. هنا البيض مره كناخذ بيض نسلقوه مره نقليه، واخا انايا يعني معرفتي في البيض على قد الحال ماشي بحال راجلي، راجلي هو الاختصاصي في اطباق البيض. صافي غادي نرافقها معاه، وغادي ناخذ هنايا هذا شاركوتري ديال الدجاج او شرائح الدجاج المدخن، كنديرو معاه كنزيد معاه سواء مطيشه سواء لي زيبينار سواء الخس، المهم باش كتكون وجبه هكا مغذيه وشوية ديال الديسير ولا حليوة ولا كوكيز ولا كيكة، مهم اللي كان كل مرة مهم ود النوع. الغزاله ديالي كتكون هذه هي وجبه الفطور الصباحيه ديالي. المهم انا كنقولها وجبه فطور وغدا لانها مشروكه، كتجي هكا متنوعه مغذيه صحيه متوازنه. ومره مره كنحتاجو حنا النساء اننا ندلعو راسنا، نقدمو راسنا هكا وجبه اللي كتكون مقدمه بطريقه زوينه كتفتح الشهيه، فيها الوان ماشي ضروري تكون مكلفه. بعض المرات نقدروا ناخذوا غير نوع واحد من الفاكهه بحال الموزه ولا تفاحه ونقطعوها نحطوها في طبيصير، نرشوها بشويه ديال اللوز ولا بشويه ديال الزبيب ولا التمر مقطع، ولا المهم نقدموها مع قهوه الصباح اللي كان كيعجبكم ولا الشاي. المهم انا المهم هذه هي الوجبه ديالي. خديت هنايا المهم هذا هو الساندويتش ديال الطوست كما قلت لكم، درته بالاومليت ودرت لي زيبينار وصدى الدجاج، قدمته هنا مع طريف هكا ديال الكيكه. انا كيعجبني ضروري الحلو يكون حاضر في الوجبه، يعني سوا كوكيز سوا كيكه اللي كان. وهنايا فواكه هكا متنوعه، فالفواكه كنصحكم البنات دائما الفواكه تحاولوا تحرصوا عليهم في الصباح حسن ما انكم تاخذوهم مورا الغداء ولا مورا العشاء، يعني في الصباح كتكون عندهم فائده احسن انكم تاكلوهم مورا يعني الوجبات اللي كتكون ثقيله. صافي هنا درت العصير، وهنا ولدي حتى هو في نفس الوقت دزت وجدت ليه معايا طباسيلي لانه ما كيبغيش يتغدى، كيبغي يبقى يتسنى اختو حتى كتجي المدرسه عاد كياكلوا مع بعضياتهم. فالوليدات علاش ما عودتيهم، يعني الا عودتيهم على الديسير من الصغر غادي يبقاو ياكلوه. فهنايا المهم انا درت نص نص، نص تفاحه ليا ونص تفاحه ليه، هنا درت نص كيويه ليه والولو ليه، المهم داكشي نص نص هكا قسمناه.
ودرت ليه هنايا كيعجبو هو التمر، درت ليه شويه الزبيب، درت ليه شويه هاد البريتزلز هادو، وهنايا درت ليه فرماجه. صافي غادي نزيد لها مع نزيد ليه معها شي ياغورت ولا هكا كاس ديال الحليب، وغادي نديرو ليه في الثلاجه حتى كتوصل هذيك 12 عاد كنعطيه وكيبقى هكا كيلعب وكياكل حتى كيكمل الطبق ديالو. راكم عارفين الوليدات نص لعب ونص ماكله. وصافي هذا ما كان. لا بعد ما فطرت وقمت بعمليه شحن البطن واخا تقاليت شويه ولكن خديت شويه الطاقه. دابا وصل وقت ندوز نشوف شنو ناقصني في الدار. هذا اول حاجه وليا ما كنحملهاش، كنقول لكم ديما فيديوهات واللي هي الطويان. دابا هذه تقريبا واحد اليومين هادي باش صبنت وباش نشفت وخليتهم خشين في النشافه. كندير راسي انا راه عارفه راسي راه كاينين شي حوايج في النشافه، وكندير راسي زعما راني ناسياهم، كنبقى نتلا عليهم وخليتهم مخزونين تما. كين قلت لي امه صافي غادي نحشم على راسي وغادي ندوز نجبد الشبكه وغادي نحيدهم عليا صافي زعما المهم هذا قرار نهائي. شي بعدا نجيب الشبكه وغادي ندوز نطويهم. ما عندي ما ندير، ما عندي ما ندير، واخا ما كنحماش نطوي ولكن ما عندي ما ندير. البنات مرحبا بكم معايا في المخبأ السري ديالي واللي هو هذا البيت هذا. مع هذا البيت هذا يعني قليل فاش كيدخلوا لي لان دايره فيها داكشي طلمانات ولي فاليز، تما كان غير البيرو فاش كنخدم داكشي، يعني ما كنت واحد ما عنده شي حاجه ديالو هنايا. فهذا هو المخبأ اللي كنخبي فيه الجريمه ديال الحوايج. فمن كنصبن غالبا اش كندير كنديرهم في هذه الشبكه هذه كنخبيهم تما، ولا شي حاجه كنبقى حتى كندوز واحد يومين ثلاث ايام كيبداو يسولوا فين ما تقاشري فين قميشتي. عاد كنوض الحشم كنجبد الحوايج نطويهم. وهادشي اللي وقع لي نيت اليوم، قلت صافي يومين هادي بركه غادي ندوز نطوي هاد الحوايج، ما عرفتش اش ندير مع هاد العقده هادي. المهم البنات خليو ليا واحد الوحده اللي واحد النهار ضحكتني فاش قلتها اليوم، قالت لك انا قالت لي انا اكثر حاجه كنستمتع بها وكنديرها وهي طويات الحوايج. ادي استغربت منها لان عارفه ان بزاف العيالات ما كيحملوش النشير وما كيحملوش الطويان وما كيحملوش يرجعوا الحوايج بلاصتهم. انا ما عندي مشكل في حتى حاجه، كنحمق على غسيل الكماعن، كيعجبني نقي، كيعجبني نطيب، كيعجبني ندير كل شيء، ولكن هاد الحوايج انتهت المهمه بنجاح. عرفتي منين كنحيد عليا الحوايج بحال اللي كنحيد عليا واحد الهم، لانه كيبقاو مبرزطيني منين كنكون مخبياهم. دزت رديت كل حاجه دابا لبلاصتها، في نفس الوقت جمعت هكا النوامس ديال بيت وليداتي وبيتي هكا، ودابا غادي ندوز نضربها بواحد يعني واحد التنظيف هكا بال ب مشات لي سميتها بلاسبيراتور. مشات لي اسمي بلاسبيراتور هكا ضروري كل سيمانه ولا كل 10 ايام هكا كيخصني ضروري ندوز. انا كيبدا كتشد الخمله كتشد الخيوطه تاع الحوايج، مهم خاصه ان اللون ديالها شويه فاتح فدغيا كيبان فيها الوسخ. فمهم انا تما معايا دابا غادي ندوز هكا غير الفوق، دابا هو اللي خاصني نقي. الدروج ما كنقدرش نقيهم، يعني الدروج غالبا كنقيهم مره في الشهر لانهم صعابين في التنقيه. دابا البنات ولقيت تبارك الله هذا المنظر الخلاب كينتظرني، يعني مفاجاه باش كيعجبني ولدي. فاش كنخليه كيتفرج وكنطلع الفوق كنلهبط كنلقى مفاجات كيتسناوني. المهم بعد مرات كنقول الحمد لله منين جات بحال هكا. المهم هذا الابداع هذا ما فهمتش، المهم فهمتي شويه. شد هذه دابا بعد الطبله
غطاه بداك ليزار. هادو زعما شد زلايف هادو دارهم تما زعما دوك ما عرفتش واش روايد ولا المهم ما فهمتش شنو محلهم من الاعراب. صافي وكراس مشق البين هذاك ما عرفتش شنو كيدير فوق داك الطبله والابداع. مهم باش كيعجبني ولدي كيقوم بعمل كيتقنو وبعض المرات كنهبط كنلقى شي كوارث كتار من هكا بعدا ملي لقيت بعدا هادشي ساهل حالو. بعض المرات راه عرفتي كيتخشى ليا شي بلاكارات كيمشي يجبد ليا الديكورات كيدير شي زبايل شي زبايل. المهم دابا ندوز نرجع كل حاجه بلاصتها. وليدات عرفتي الا سمعتهم ساقلين عرفوا راه كت شي مفاجاه كتسناكم. اجي اجي القبيحة شنو هادشي درتي دوز جمع هادشي سير هز داكشي سير يلا جمع يلا شد هاك هاك جمع هاديك الزلاف جمعهم وديهم في لافابو. لا هادي راه هدا نحطو حدا الطبلة. يلا جمع داكشي راه داك الكرسي لا راه سير حطو يلا سير رجعو بلاصتو يا المبرزيط يا المروي الروينه الروينه الروينه. هنا دابا من بعد هاد الروينه هادي المهم بغيت نشارك معكم هادي تقريبا هادي هادي واحد 6 شهور باش كنت خديت هاد لاسبيراتور هادي صغيره عمليه عرفتي نتخيلوش نفعتني بزاف لانها خفيفه وكنقي بها كالتحت الكوزينه الدروج خفيفه. اما الاخرى اللي كما شفتو نقيت بها قبيله هذيك راه عرفتي كتقرد الظهر يعني ثقيله ثقيله فهاديك مخليه غير الفوق. ولكن هذه دوماج ما عرفتش كيفاش توقع عليا تهرس لي ترست لي ديك الشطابه التحتانيه ديالها. هانتوما تبان لكم راه محيدها رميتها لان ما فهمش كيفاش تتقسمات. فدابا غادي نخرج يعني صراحه ضروري ضروري ما خاصاني وحده اخرى فغادي ندوز نخرج دابا نمشي لواحد المحل هنا يقرب ليا شويه نمشي نشوف واش ناخذ بحالها ولا نشوف شي وحده اخرى ما عرفتش. المهم انا نتوما تشوفوا معايا ومن بعد ديك الساعه على ما نوصل الوقت تاع بنتي باش نمشي نجيبها. المهم البنات هنا قلت قبل ما نخرج غندوز بسرعه نشارك معكم بعض الاكسسوارات اللي توصلت بها من موقع سوفي اللي هذا كيعتبر ثاني تعاون ليا معاهم. وان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم الروابط ديالهم كلهم في صندوق الوصف باش تشوفوا بعض المنتوجات اللي عندهم. اول حاجه غادي نبدا لكم بهذه العلبه هذه اللي توصلت بها فيها واحد الساعه اللي رائعه ومميزه. اللي مميز في هذا النوع من الساعات هو انك كتقدري تشخصيها بالطريقه اللي بغيتي يعني كتقدري تدخلي فيها شي صوره يعني عندها ذكرى زوينه. بالنسبه لي انا درت فيها الصوره هذه اللي فيها وليداتي بجوج واللي كانت عندها واحد العلاقه مع واحد الذكرى اللي رائعه هكاك علاش بغيت نديرها هكا في ساعه. وكيجي فيهم ثلاثه الاشكال كاين الذهبي وكاين الدوغي وكاين الذهبي والدوغي كاين الذهبي والفضي الفضي والبرونزي. وكيجي معاهم حتى داك التورنوفيس اللي وريتكم صغير هذا كيجي كيصيفطوه لك معاها كي الا بغيتي تنقصي من الصمطه مثلا جاتك طويله كتقدري تنقصي من الطول ديالها. هنا كذلك خديت هاد الحلقات او هاد الطوينكات هادو لي زوينين عندهم بزاف الاشكال. انا عجبوني هادو بزاف واللي هما 100% نقره او فضه يعني نقره حقيقيه. وعندهم حتى اللي مشلين بالذهب قراده 14 تقريبا بجوجهم كيكونوا نفس الثمن يعني ما غاليين صراحه كنظن شي 8 ولا 9 دولار. المهم انا خديت هادو عجبوني بزاف يعني فيهم داك الحجيرات رقاقين مخدومين زوينين. وكذلك خديت هاد الساعه هادي ماشي الساعه سلمات مالي دايخه هاد السلسله هادي هادي اللي بزوين عندهم سنيسلات كتقدري ديري فيهم السميه تخلي فيهم مثلا شي بوطونجيفاك اللي تكتبي فيه شي حاجه شي تاريخ شي اسم مميز. وكيجيو طوالين كيجي فيهم تقريبا 4 تقبات هكا الا بغيتو يعني كتبغيو السلسله تكون طويله نازله او تبغيو تجي شويه مزيره على عنقكم. سبق لي وخديت من عندهم واحدين جوج كانوا مشلين بذهب قراد 14 وصراحه صدقوا زوينين كنديرهم انا وحده كديرها بنتي يعني كدوشي بهم كلشي لحد الان يعني صدقوا زوينين ما كحالو ما والو. المهم غادي نحاول نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم حتى واحد البرومو كود او تخفيض الا بغيتو ان شاء الله عجبتكم شي حاجه بغيتو تاخذوها تقدروا تستافدوا من هذا التخفيض اللي غادي نحاول نخلي لكم جميع المعلومات كما ذكرت في صندوق الوصف. هكا تشوفوا الحويجات والاكسسوارات اللي عندهم وهذا مكان وندوزو دابا ان شاء الله غادي نخرج. مهم البنات احنا وصلنا دابا لهذا المحل جينا المحل وول مارت بغيت غنوريكم. البنات دائما كيقول لي انت صار بديك تورينا الطبيعه وري تورينا الطبيعه ماش كي كيبان لكم ليه هانز ليكم عرفتي تبارك الله تما كيبان واحد الديكور خطير ما عرفتش كيبان لكم شجر خضر صفر احمر ليموني ملون. هذا هو المحل اللي كنجي ليه قريب ليا هذا فيه كل شيء هنايا معروف
نزل ولدي. ولدي اليوم مدوزو معايا مع ما ما عنده لا يوم ما عنده لا حضانه لا والو. يوم المشاغب كيقلبها فين ندير الشغب. يلا زيد هبط كاين شويه الريح. وحنا ما غاديينش، ما عندكش سكول اليوم. يلا زيد هبط. يلا المهم بنات حنا دابا دخلنا هذا المحل، صراحه كيخدم معنا القوالب. كنكون جاي مثلا من القاصده شي حاجه كنقول هذه اللي ناقصاني غادي نمشي على قبلها، كنجي هنا كنلقى راسي في بلايص اخرين. دابا مثلا انا قلت لكم غادا اجي على ود لاسبيراتور، كنلقى راسي في بلاصه التنظيم، كنلقى راسي في بلاصه التماعه، كنلقى راسي في بلاصه الديكور. ما هذا المحل حتى هو دايرين فيه كلشي. مثلا بعض المرات كنكون جايه وعلى ما تنقصني خضره ولا شي حاجه كنلقى راسي في بلاصه اخرى. دابا تلفت اجي معايا اجي. عندهم هاد المانط زوينين. دابا حنا ماشي وقت المانط. مات فين اجي؟ لا لا من هاد الجهه، من هاد الجهه. هنا عندهم بلاصه الفيوزات، ما عندنا حنا دابا ما نديرو فشي فيوز. لا لا ما عندنا ما نديرو بها، لا ما خاصناش. تا ولدي تا اكثر مني. هادي جيت لمعان ما تسمي بلاصه هاد لاسبيراتور. هنا البنات وصلت بلاصه لاسبيراتور. هادو كبارين، هادو تقريبا بحال الستين اللي عندي كبار وتقال، انا ما عندي ما ندير بهذا الشيء. خاصني انا شي وحده هكا اللي تكون صغيره. هذه الحجم ديالها، هذو لا مارك زوينه، هاد بيزال ما عرفتش سميتها بيزال ولا بيزال، المهم شي حاجه بحال هكا. انا نوريكم فين هي اللي عندي. هاتي هذه اللي وريتكم قلت لكم ترسات ليا، هذه زوينه كتما شفتوا كتنقي بها الفوتوي، كتنقي بها لورد، كتنقي بها شحال من حاجه. فيها ترين وان، يعني بحال فيها ثلاثه تاع الحوايج كتقدري كيفاش تقدري تخدميها. انا هاد البارتيه هذه نوريكم ترسات ليا من هنا، تقسمات ليا من هنا. ايوا هادي بان ليا نعاود ناخذ غير هادي، حيت الاخرين هادو غاليين. شو مثلا هادي صغيره ولكن هادي كتنقي بلا فابور، كانت عندي تقريبا وحده بحالها ولكن خسرات ليا، وخا هكاك حتى ما صدقاش زوينه. 159 هادي 109 دولار، يعني غاليين ما تحقروهمش. هادي هي الوحيده اللي رخيصه دايره 29.9، يعني نقول بالتاكس كتجي شي تقريبا 33 دولار. هي هادي هادي اللي كانت عندي. ايوا ناخذ غير هادي بنت لي حد الاخرين. شوف شوف شحال غاليين هاد لي زاسبيراتور، غاليين. ولدي اشنو قالك؟ ولدي بغى هادي. شوفوا الناس اللي كيطلبوها كبيره شحال دايره هادي، 229 دولار. انت اش دير بها حبوباتي؟ المهم انا هزيت غير هذيك لاسبيراتور ومشيت طواله وحده، ما خليت رجلي يديوني ولا اليمين ولا اليسار. ودابا غادا راجعه، باقا دابا تقريبا نقول شي نص ساعه هكاك عاد غادي توصل بنتي، يعني وصل الترونسبور ديالها. فقلت غادي غادا ندوز على واحد البارك نيت قريب ليا حدا الدار زوين، وبما انكم دائما كتطلبوني نوريكم هكا شويه الطبيعه فغادي نوريه لكم، نخطف لكم فيها هكا واحد الدويره هكا خفيفه. ها حنايا وصلنا، دابا وقفنا هاد البارك هذا. فين ما كندوز حداه كيعجبني نوقف حداه، نبقى نشوف هاد الشجيرات كيعجبني بزاف. عندك الطحاب شويه.
ديالي. المهم انا جيت للدار ما كاينش جري عليا نجري عليك من حاجه لحاجه. صافي في الاخير بقيت خديت نيت هذيك هاد لاسبيراتور هادي، لان باش كتعجبني خفيفه وثمنها كذلك مناسب. كما شفتوا الاخرين غاليين، ما كاينه 100 دولار 150 دولار. وفيت مجرباها، هذه اهم حاجه فيت مجرباها. وخا كما قلت لكم كانت هرسات ليا، ولكن ربما كانت لافوت ديالي، يمكن انا شي نهار فرصت عليها، ولا داك العفيريت ديال والدي معاه كان كيمشي ليها بزاف، ربما شي نهار طاحت لي ما فهمتش، حيت كانت كطيح لي صراحه. وصافي كما شفتوا ما بقيتش خديت شي حاجه كثيره، خديت غير الفريز وخديت هاد العلبه هذه ديال طوماط سوريس كانت ناقصاني. وهذا مكان، وغادي نحبس الفيديو ديالي هنايا لهذا النهار هذا. واصلا الكاميرا كتسيني يعني قربت ديشارجه، جابت لي قالت لي بارك عليك ما تصور هذا النهار هذا. ونقول لكم ان شاء الله نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه ونهار زوين واوقات زوينه، وبوسه كبيره لكم، والتقي ان شاء الله فيديوهات وفلوكات وروتينات وشي حوايج جديده. يلا بالسلامه عليكم الغزالات.